النهارده نزلت لنا مسألة جديدة، نزلها حد اسمه محمود جمال، بيقول لي which one of the five choices makes the best comparison. طيب، هو لو اخدناها بالناحية دي بس، يعني هو كده بس مش مكمل باقي السؤال، ان هو للأسف نزله من غير باقي السؤال، بس عادي يعني، جل من لا يسهو. المهم حاجة زي كده متحصلش واحنا بنمتحن، مفيش حاجة اسمها ان احنا نبص لجزء من السؤال ونسيب جزء تاني. مش مشكلة ان احنا نعمل كده واحنا نتمرن، بس ياريت 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 متحصلش واحنا جوه الامتحان نفسه يعني. فهو هنا بيقول لي اختار واحد من الخمس اختيارات اللي مديهم لي، ميكس ذا بيست كومباريجون، يعني بيديني افضل مقارنة. افضل مقارنة، انا يعني افتكرت السؤال كده بالمنظر ده وحده من غير اي حاجة. ذا بيست كومباريجون يعني اكتر واحد مختلف عن الباقيين، او افضل واحد، اكتر واحد يعني في وجه مقارنة بينه وبين الباقيين هو المختلف اللي فيهم. لكن للاسف السؤال طلع ليه باقي. هو بيقول لي بيتش اللي هو الخوخ از تو، الكلمة دي از ايه بالنسبة لايه، يعني واضح جدا ان هي از تو از، نفس طريقة الأسئلة اللي بالمنظر ده. طيب أنا عندي ده بالنسبة لده، زي ده بالنسبة لإيه، طيب إيه العلاقة اللي بتربط لي ده وده؟ هلاحظ إن الكلمة دي كده هي الكلمة دي، بس يعني إيه مراية بالنسبة لها. هنا بي اي اي سي اتش، هنا اتش سي اي اي بي، الحروف بيت ميرور ايمج للحروف اللي قبلها. فطبيعي جدا طالما العلاقة هنا ميرور ايمج، هتبقى العلاقة ما بين ده واللي جاي بعده ميرور ايمج، يعني هنا 4 6 2 5 1 هتبقى 1 5 2 6 4 اللي هي دي. تمام، تهيألي مفيهاش اي حاجة خالص، بس لو في حد عنده مشكلة في الطريقة دي، ففي طريقة تانية، ان انا عندي ادي البيتش اهي. تمام، هاخد الحروف دي، ادي 4 6 2 5 1. الكلمة التانية اللي هي راحت لها كانت الميرور ايمج بتاعتها اللي هي اتش سي اي اي بي. طيب هاجي ابص هنا، الاتش انا عندي 1، السي عندي 5، الاي عندي 2، الاي عندي 6، البي عندي 4. هي مش فكرة السؤال قوي، لكن في حاجات بتبقى فكرتها كده، بتبقى فكرتها انك بتاخد كل رقم مع الحرف المقابل ليه. بس هنا يعني هي الفكرة اللي ليها اولوية عن عندي، اللي هي انها ميرور ايمج ليها. يا رب تكون سهلة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.